مساء الخير، اهلا بيكم في برنامج، في حلقه جديده في برنامج ساعه مع رانيا. النهارده الحلقه هتبقى مختلفه. هتكلم في موضوع مهم، انا شايفه انه مهم جدا. ناس كتير قوي ما تعرفش ايه هو الروتري. وانا الصراحه النهارده ضيوفي ناس مهمين جدا جدا في الروتري، من اهم الناس في الروتري، وهو احد النوادي اللي بتقدم الخدمات للمجتمع عموما، وهنعرف بقى كل المعلومات منهم. معايا دكتور شريف والي، محافظ روتري بجمهوريه مصر العربيه. اهلا بيك يا دكتور. سيك. اهلا. ومعايا شريف جلال، صديق عزيز من الطفوله وانا مبسوطه بيه الصراحه وبمنصبه. هو رئيس نادي روتري جيزه الصيد. تمام، صح كده؟ ماشي. هنبتدي بدكتور شريف. عايزين نعرف الناس ايه نادي روتري او تمام. اصله. هو روتري اولا اتكون من مؤسسه دوليه تكونت من 100 سنه، وكانت بداية مجموعة من الأصدقاء عايزين يتقابلوا، فبدأوا يتقابلوا بطريقة دورية فسموها روتري. بعد شوية بدأت تنتشر الفكرة لما بقت خرجت بره حدود أمريكا وكندا وأستراليا، دخلت على أوروبا وأفريقيا. مصر اتكون فيها روتري من 90 سنة، سنة 1929، وأندية الروتري في مصر حوالي 114 نادي النهاردة. عدد الأعضاء اللي فيه حوالي 3000 عضو. وطبعا الجمعيه اساس يعني نشاتها انها تقدم خدمه للمجتمع، فاحنا بنعمل نشاطات لخدمه المجتمع كتير جدا في مجالات المياه. مثلا بنمد مواسير مياه للبيوت المحرومه، بنغطي البيوت عشان خاطر البرد الشتاء، بندخل بنبلط الارض. ده مثلا ده نوع من التنميه المستدامه، الى جانب ان احنا بندور جوه القريه الواحده على التمكين الاقتصادي للمراه الموجوده، على بعض الفرص للشباب اللي موجود. ده قطاع لوحده صغير بسيط جدا من شغلنا. الشغل الجزء الثاني هي القوافل العلاجيه اللي بيزيدوا عن اكثر من 50 قافله علاجيه، طبعا 114 نادي، ف 50 قافله او 60 قافله علاجيه منهم قوافل متخصصه بتبتدي تشوف نتاج هذه القوافل، لو في عمليات جراحيه للعيون، قلب مفتوح مثلا اللي هو الدعامه للقلب، الى جانب طبعا بقى نشاط التمكين الاقتصادي ونوع من الاستهداف المهن المختلفه المهمشه، ان احنا نساعدهم وان احنا نكرمهم وان احنا نبرزهم للمجتمع. يعني حاجات كتير جدا بنعملها من التنميه البشريه للشباب. فالروتري بيعمل 6 مجالات من الخدمه، وبيكبر كل شويه وبيعمل حاجه عالميه هي البوليو، يعني شلل الاطفال. الروتري ماشي يد بيد مع اليونيسيف في المحافظات والاقاليم على مستوى العالم. تمام. طيب بالنسبه لشريف، قول لي بالنسبه لاعضاء الروتري في نادي الصيد، ايه عددهم؟ ايه الخدمات اللي بتقدمها للنادي؟ وهل بيبقى للاعضاء بس ولا اعضاء وعمال ولا ايه؟ احنا اعضاء النادي في روتري جيزه الصيد هم حوالي 20 دلوقتي، وان شاء الله هيزيدوا. واحنا هنزودهم 7 افراد، لان المحافظ امر بكده ان كل نادي يزود 7 افراد السنه دي في كل نادي. ورقم 7 هو رقم بيس، يعني هي العلامه بتاعت البيس، بس احنا قلبناها رقم 7. يعني الخدمات اللي بيقدمها روتري جيزه الصيد هي لاعضاء نادي الصيد والعاملين في نادي الصيد وبره نادي الصيد. نادي الصيد احنا الفكره جات من الدكتور شريف ولي، اسس النادي. تمام. ومن دي ثالث سنه للنادي روتري جيزه الصيد، وانا كنت احد اعضاء النادي من سنتين، واستمتعت بصراحه جدا جدا، لان روتري في مصر هو عباره عن عيله كبيره فيها 114 اسره. الاسر دي مترابطه مع بعض جدا، لان بتلاقي نادي بيتعاون مع نادي تاني في مشروع، وثلاث نوادي بيتعاملوا مع 5 نوادي في مشروع، لحد ما يكونوا الامكانيات كلها ان المشروع ده يتم. فاحنا عندنا في النادي الحمد لله اهتمينا طبعا باعضاء النادي، ان احنا عملنا مثلا معارض لللبس، عملنا employment fair للشباب اللي موجودين، عملنا تكريم للموظفين وبالذات الوظائف المهمشة، الأمن، النظافة، عملنا لهم تكريم وشهادات تقدير ومبالغ مالية وهدايا، وكان يوم جميل جدا وحضروا المحافظ، وده كان بالنسبة لهم شيء رائع جدا. بالنسبة للقوافل الطبية طبعا مش محتاج النادي قوافل طبية، بس عملنا التبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، وده كان مشروع هايل جدا عملناه أكتر من مرة، والشباب بصراحة والأعضاء اتبرعوا وكان جميل جدا. وكنت حكيت لي عن دار المسنات. كده. السنة اللي فاتت كنا عاملين فكرة وتبناها محافظ، وقال لنا ان احنا ممكن نساعد في كدور اجتماعي ان احنا نشوف دار مسنين او مسنات ونرفه عنهم. فعملنا يوم ظريف جدا بالتعاون مع الفنان محمد صبحي،
ان احنا اجرنا المسرحيه بتاعته كلها، القاعه كلها، ورحنا دار مسنات وتعاوننا معاهم وجبنا اتوبيسات وخدناهم كلهم ورحنا المسرحيه. مش عايز اقول لك اليوم كان جميل قد ايه، وهو الفنان محمد صبحي وقف يعني هناهم بصراحه. طيب والله دي حاجه جميله جدا، جداً. ولما حكيت لي انا اتبسطت جدا، وان شاء الله المره الجايه لازم تقول ان شاء الله هنعملها تاني السنه دي باذن الله. ان شاء الله. طيب دكتور شريف، لو اي حد عايز يبقى عضو في الروتري، هل ليها شروط، ليها ايه، الناس بتعمل ايه علشان ممكن تبقى عضو؟ هو بيتقدم لاي نادي من الانديه القريبه، يعني بيفضل ان يكون جنب سكنه او جنب شغله، عشان طبعا ما يبقاش فيه يعني ما يبقاش فيه مسافات بيقدر يقطعها، فبيقدر يوفر وقت انه يخدم بشكل كبير، وبيرتبط بحد من الموجودين في النادي وبيقول انا عايز اتقدم للروتري، بيقولوا اسمه. طبعا لازم يكون من الناس اللي هم يقدروا يخدموا، يعني احنا بنعتمد اساسا مش بس على الماديات فقط، لا ابدا بالعكس، احنا بنعتمد على المهارات بتاعه الشخص، المجهود بتاعه، الوقت اللي بيديه، واخر حاجه الفلوس. فمهم جدا لو يقدر يدي وقت ويدي جهد وعنده مهاره اللي يقدر يساعد بيها، دكتور، اعلامي، محامي، مهندس، على طول بنحب ان هو يدخل الى هذه المجموعه، او عنده عمل اجتماعي يعني بيحب مهتم بالعمل الاجتماعي بنضمه الى هذه المجموعه، بيدخل جوه هذه الاسره ويندمج معاها ويبقى عضو في النادي. يعني العضو ممكن يقدم حاجه عينيه او جهد طبعا او ماديه، يعني زي موضوع المسنين ده، هم مش محتاجين غير ان احنا نتواصل معاهم ونقعد معاهم ونديهم وقت ونديهم رعايه، مش محتاجين فلوس، محتاجين بس ان احنا نديهم جزء من وقتنا. تمام. طيب قول لي يا شريف بقى، انت الفيجن بتاعتك ايه من ان انت تبقى رئيس للروتري؟ والله فكره الرئاسه هي انتخاب بحت بين الاعضاء، لان الرئيس بيبقى كل سنه بيتغير، ودي بتبقى حاجه تنافسيه جميله جدا بين الاعضاء، ان كل واحد يحاول ان هو يعمل ميزه صغيره في النادي بتاعه طالما الناس انتخبوه رئيس. الفيجن بتاعتي الحمد لله ان احنا يعني فكرنا وقعدنا عملنا مشاريع كتير مع المحافظ، وقلنا ان اهمها ان احنا نساعد في الدور المجتمعي، اللي هو احنا نشوف الشباب اللي لسه ما اشتغلوش، نعمل لهم فكره تدريب، وبعدين نعمل لهم ملتقى توظيفي عشان يتوظفوا، نشوف الاحياء الفقيره ونروح نساعدهم، نمد لهم ميه، نعمل لهم تثقيف، يعني السقف بتاع البيوت تعريش. وفكرنا كمان في مشروع قوي جدا، ان احنا نعمل فكره للمعاش بعد سن 60 للاعضاء اللي عاملين في النادي. حلو. بفكره يعني رمزيه طبعا، ما هياش حاجه، سواء تساعدهم في الادويه، تساعدهم في المعيشه، نبقى متواصلين معاهم، لان هم في الاخر الناس اللي ربونا وتعبوا معانا واخدوا بالهم مننا طول السنين اللي فاتت. صح يعني. دي فكره هايله الصراحه، دي فكره هايله. طيب دكتور الحقيقة شريف، عايز اقول لك ان هو شريف من الناس المحبوبه جدا على مستوى شريف ابن نادي الصيد يعني. وبعدين هو الناس بتلتف حواليه بحب، وهو عنده كده نوع من النقاء، يعني مش طبعا مش بعمله تكريم ولا حاجه، لكن هو فعلا ده حقيقي. طبعا الناس بتلتف حواليه، الناس بتلتف حواليه لانه فعلا هو عنده الكاريزما دي، زائد ان هو زي ما قال شريف ان احنا عندنا في روتري حاجه جميله جدا، كل واحد بيقعد سنه. فده جاي من كلمه روتري برضه. فهو السنه دي 365 بيحاول يوم بيحاول يبذل اقصى جهد عشان يقدر يعمل حاجه كويسه لخدمه البلد ولخدمه المجتمع، وان هو يبقى اسمه مميز في هو شريف قال لي برضه ان في ال 365 يوم تقريبا حضرتك ما بتقعدش. حضرتك يعني انا من قبل ال 365 يوم، يعني قبل ما السنه بدات، هو كان لنا يعني عملنا مشاريع كتير قوي بصراحه. بنحاول نعمل يعني نتحرك بسرعه ونعمل شغل كويس. طيب قول لي حضرتك، شايف ان بعد مثلا ما السنه دي تخلص ممكن تقدم ايه تاني للروتري، او تعمل ايه مع الروتري؟ ما بقول لحضرتك من روعه الروتري ان انت ممكن بعد ما تبقي مثلا واحد مسؤول عن محافظ عن البلد كلها، ممكن يرجع يشتغل سكرتير في النادي بتاعه، يشتغل امين صندوق في النادي بتاعه، او يرجع يخدم على مستوى المنطقه لو المحافظ اللي بعده طلبه انه يشتغل معاه. فالميزه في الموضوع ده انه الموضوع متحضر جدا، يعني ما فيش حد بيزعل خالص، كل واحد ليه فرصته انه يجي كرئيس، وليكم فرصته انه يجي كمحافظ، وليكم فرصته انه يجي في اي مكان، وبس هو مطلوب انه يبذل مجهود في المكان اللي بيقعده في مده سنه. طبعا اكيد هخدم المنطقه واخدم نادي الصيد اللي انا بحبه واخدم النادي بتاعي، لان طبعا حاجات مهمه جدا بعد ما اخلص. طيب بالنسبة للأطفال، عايز أعرف أول صغار السن، هل ينفع يقدموا برضو أنشطة أو يقدموا خدمات؟
الروتري عنده جناحين مهمين جدا، في الروتري اكت اللي هو بسنه من 18 ل 30 سنه، ودول طبعا بيعتبروا يعني بنسميهم بارتنرز ان سيرفيس، يعني شركاء في الخدمه، بنشتغل معاهم كتف بكتف ويد بيد، احنا بنساعدهم وهم بيساعدونا. طبعا من 18 ل 30 سن يعني جزء منهم متخرج وبيشتغل بتاع، فطبعا عندهم افكار حلوه جدا، وعندهم يعني يمكن ما انا بقول لهم دايما لف دماغهم مختلف عن لف دماغ الجماعه الكبار دول، فبنعتمد عليهم في حاجات كتير وهم بيعتمدوا علينا في حاجات كتير، فبنتعاون مع بعض بشكل جيد جدا، وبيعملوا يعني تضخيم لحجم المشروعات اللي عندنا، ويعني وبنحس ان احنا برضو عندنا رئه اخرى اللي هي رئه الشباب، يعني بتدينا بوش لقدام. الانتر اكت بقى سنه من 12 ل 18 سنه، ودول الشباب اللي هو في سن المدرسه، واعتقد ان هم مهمين جدا، وخصوصا اللي هم غالبا بيبقى مربوط بمدرسه في اغلب الاحيان، مربوط بمدرسه، فالمدرسه بتشرف عليه، بتقتنع بالفكره، نفس فكره الروتري والشباب بتوع الروتري اللي هم روتري اكت، اللي هم السن من 12 ل 18 ده بيتعلموا بقى ازاي يديروا اجتماع، ازاي هم يعملوا تمويل لمشروعات، ازاي يخططوا المشروعات من هم في هذا السن، فبيخرجوا من بره فكره ان هو بيفكر في نفسه، انه بيفكر بدايره اكبر بيخدم من خلالها، فبنعلمه العمل التطوعي من بدري قوي. تمام. طيب يعني مثلا بتقوموا بحملات للمدارس او كده توعوا ان في ولاد ممكن يبقوا مشتركين في الروتري، ولا هم بقى ده بيعتمد على الاهل ممكن هم اللي يجيبوا الاطفال؟ احنا بنعتمد دايما على النتورك بتاعتنا، يعني مثلا نفترض ان احنا عندنا ناس في المدارس، صاحب مدرسه او مدير مدرسه او نظره مدرسه او ولي امر في مدرسه، يقول لنا يا جماعه المدرسه دي تعالوا نشرح لادارتها الموضوع الفلاني، لو تقبلوا الفكره بنعمل عندهم نادي انتر اكت، ولازم يكون تابع لنادي روتري، يعني انا عارف نادي الصيد عندهم انتر اكت، وفي النادي الانتر اكت ده ممكن يكون تابع مدرسه، ممكن يكون تابع نادي، يعني نادي الصيد مثلا، نادي الجزيره، فبقى برضو يعني في نوعين من الانديه للانتر اكت. تمام. طيب قول لي يا شريف، انت كنت انا عارفه ان انت بتقدم الخدمات الميديكال للاعضاء، تمام كده؟ وعموما عايزه اعرف الناس برضو ايه المنافع اللي بتعود للاعضاء، يعني انا مثلا عضوه ايه المنافع اللي ممكن تعود عليا؟ والله انا عارفه ان هو عمل تطوعي، طبعا، ولكن عارفه انتوا بتقدموا خدمات كمان. ما هو من ضمن المشاريع اللي احنا عملناها في بدايه السنه خالص، كنت قاعده محافظ وقال لي عايزين نعمل خدمه مميزه السنه دي لاعضاء الروتري نفسهم عشان يحسوا برضو ان الروتيريانز متميزين، ففكرنا ان احنا نعمل لهم ميديكال ديسكاونت كارد لكل عضو في الروتري، بيجيب الصوره بتاعته عليها الاسم وبياخد ميديكال ديسكاونت كارد مع الكارنيه بتاع الروتري، بيتيح له ان هو ياخد خصومات في كل النتورك اللي احنا متعاقدين معاها طبيا. الحاجه الثانيه ان احنا في المحافظ انشا، لسه ما طبعتوش؟ لا طبعا جزء منه. طبعته؟ طبعا جزء منه عشان عايز احط البيتي لونج معاكم. لا حاضر. ما طبعناش البامفلت بتاعه بس احنا طبعنا الكروت. ما هو البامفلت ده انا كنت لسه هقول لك ان المحافظ مع الاستاذ خالد الرئيس ده رئيس لجنه المزايا وانا عضو فيها برضه، عشان كده بقول لك الاسر مترابطه جدا في الروتري. لجنة المزايا دي هي مخصصة أو وظيفتها إن هي تعمل خدمات لأعضاء الروتري. غير الديسكاونت الميديكال ديسكاونت كارد بتديهم خصومات في الأوتيلات، على أسعار الطيران، على النوادي، على المطاعم، على كل حاجة في مصر نقدر نجيب فيها خدمة مميزة لأعضاء الروتري، اتعملت الحمد لله لحد دلوقتي ولسه مستمرين فيها. اللجنة دي جميلة جدا لأن هي أول سنة تتعمل، ما كانش فيه قبل كده لجنة زي دي، فدي كانت فكرة عظيمة كلنا التفينا حولها والناس كلها مبسوطة بيها الحمد لله. وأنا مبسوطة أن أنا إن شاء الله بقى إن شاء واحدة الله معاكم. طبعا شرفنا، طبعا بالعكس، ناس عادية بس عايزين نسبة ديسكاونت عالية بقى. يعني أنا قلت هبتدي ب 25%. خلاص ده هايل. أقول لحضرتك يعني فعلا في ناس فعلا يعني ما كانوش عارفين حاجه عن الموضوع فتحفظوا على النسبه، في ناس عارفين قد ايه ان الروتري، يعني بقول لحضرتك 3000 واحد وير 1000 واحد من الروتري اكت، تخيلي بقى حضرتك الحجم ده يعني، وقوه شرائيه قويه، فعملوا ديسكاونت 25. انا والله اول ما شريف قال لي قلت له يعني انا معاك. ده شرف لينا طبعا. ربنا يخليك يا رب. طيب بالنسبه بقى للروتري الدولي، علاقه روتري مصر ايه بالروتري الدولي؟ التعاون الدولي ده مهم جدا، واحنا لما بنكون عندنا مشروع وبعض الانديه بره حاسه ان في مشروع مهم، مثلا زي مشروع مثلا الشفه الارنبيه، حضرتك عارفه ان الشفه الارنبيه ده مثلا ده تشوه بيصيب الاطفال بالذات في الصعيد نتيجه زواج الاقارب، ويمكن كل 70 واحد طفل عادي واحد منهم بيكون عنده هذه الحاله، فطبعا دي نسبه كبيره، ف ومش بس تشوه في الشفه ده، في سقف الحلق. فالحقيقه احنا مثلا لما بعتنا لبعض الانديه بره وجدنا ان مجموعه من الاطباء المتطوعين
من الولايات المتحده ومن استراليا ومن كازاخستان جم مصر، قعدوا من يوم 4 نوفمبر 15 نوفمبر، عملوا 83 عمليه جراحيه لهذا الموضوع. يعني الحقيقه ده بيوريكي، يعني انا عايزك تتخيل لو احنا رايحين مثلا منطقه زي مثلا بنجلاديش بنعمل فيها قافله علاجيه، ده نوع من التعاون الدولي الجميل جدا اللي بيحصل بين الانديه وبعضها. هم ما يعرفوش اسوان، ما يعرفوش الاطفال، لكن هم يعرفوا انهم يعملوا خدمه مجتمع وهكذا. بتلاقي كتير جدا، احنا ساعات كتير جدا مثلا موضوع فيروس سي، كتير من شركات الادويه بتتعاون بشكل مخفض، تودي مثلا لاوغندا او تودي لكينيا او تودي لبعض الدول لسه عندها مشكله فيروس سي وما عملتش يعني فول يعني كيورتي ليها. برضو مثلا عندنا في مثلا زي ما بقول لحضرتك مثلا في البوليو، دول العالم كلها بتتعاون عشان تقضي على شلل الاطفال. فاحنا التعاون الدولي ده مهم جدا، زائد بقى ان احنا بنعمل تبادل شباب، بنسفر الشباب بره وبيجي شباب من مصر. النهارده احنا عندنا 15 طبيب امتياز برازيلي في مصر في جامعه عين شمس، وفي 15 طبيب من جامعه عين شمس بيسافروا، يعني بييجوا يدرسوا هنا في الجامعه، بييجوا ياخدوا مثلا 3 اشهر كده تريننج، بيشوفوا حاجات ما شافوهاش خالص. برضو احنا بنبعت 15 واحد للبرازيل، تخيلي بقى حضرتك يعني بيشوف حاجه جديده خالص. غير التبادل الشباب بقى اللي هو بين الشباب وبعض، اللي هو بيروحوا بيوت الناس يقعدوا فيها برضو بيتعلموا حاجه جديده. بتختاروهم بقى بناء على ايه؟ بيبقى في عدد كبير جدا متقدم، وبنشوف طبعا مين الممثل الجيد لمصر اللي عنده توازن في شخصيته اللي يقدر يبقى سفير لمصر بره. واللي بيجوا لنا برضه بيكونوا كده الحقيقه. وبالنسبه لتمويل نادي الروتري، هل بيعتمد على حاجه معينه التمويل؟ هو التمويل فيه جزئين، الجزء الاولاني هو التمويل للنادي نفسه، يعني اللي هو النشره بتاعته، الاجتماع اللي بيعمله، الحاجات دي كلها، ده تمويل داخلي طبعا. ده مش انا اقصد تمويل الخدمات. الخدمات يعني خدمه طبعا خدمات. في كذا طريقه، زي ما احنا بنعمل مثلا مسرحيات، نعمل بازار، نعمل ننمي من بعض رجال الاعمال، ندخل السي اس ارز اللي موجوده في بنوك وشركات بيمولونا بشكل كبير، انهم واثقين ان احنا نعمل شغل كويس. الى جانب ان احنا برضو في تعاون دولي، زي ما بقول لحضرتك لما بنروح لنادي مثلا في المانيا او في سويسرا ونقول له احنا عايزين نعمل مثلا قريه زي قريه مانيا للسلطان الطفيح في الجيزه، عايزين نعمل مثلا مد مواسير ميه ليه، ممكن يتبرع مثلا ب 20,000 دولار. 20,000 دولار دول ممكن يعملوا رقم كبير من الوسائط المنزليه. او عايزين مثلا ماكينات خياطه للسيدات هناك، ممكن يتبرع بماكينات الخياطه نفسها او يتبرع بثمنها. برضه الهدف من كده ان هو عنده فلوس فائضه، وهو عارف ان المنطقه دي منطقه نائيه ومنطقه محتاجه خدمات. ممكن حاجات كتير بقى، من اول مثلا لسه النهارده قبل ما اجي كنت بفتتح مشروع في حته في رمله بولاق، في جمعيه في رمله بولاق. الروتري مقدم مونيتورز ومقدم سكانرز ومقدم حاجات في المركز الطبي ده، كلها جايه برضه تبرعات من الخارج. فيعني بنحاول من كل الطرق ان احنا يعني نلم نمول الصراحه الموارد. خدمات هايله والله. الى جانب مثلا نادي زي نادي الصيد بيعمل مثلا مشروع ملابس بيعمله في جامعه المنيا بالتعاون مع جمعيه احنا مصر، وبيعملوا شغل جيد جدا. طب كلمنا شويه بقى عن اللي انت بتعمله والفيجن بقى اللي جايه، او البلان عندك اللي جايه لنادي يعني الصيد. احنا دخلنا في معرض زي معرض المنيا وكذا معرض غيره بالملابس. الملابس دي بتبقى مستعمله استعمال جيد، بناخدها وبننضفها وبنكويها وبنحطها للي محتاج. وفي ملابس الناس بتيجي تتبرع بملابس جديده، فبيبقى معرض كبير جدا فيه عدد الاف من القطع الملابس، الناس كلها بتستفيد منه بصراحه، بيبقى جميل جدا، وبنحاول نوصله للي محتاج فعلا. يعني الفيجن اللي قدام ان احنا نستمر في خدمه المجتمع، ان احنا نعمل مشاريع فعلا الناس تبقى مبسوطه بيها، مش مجرد حاجه ونتصور جنبها، لا بالعكس احنا ما بيهمناش كده خلاص. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان يبقى الناس مستفيده. السلع التموينيه الفتره الجايه احنا عايزين نركز فيها، ان احنا نوزع على المحتاجين، نعمل لهم زي بطاقات كده، بس يعني حاجه داخليه مننا، ان احنا بصفه دوريه نبقى متواجدين معاهم وهم حاسين ان احنا فاكرينهم وشاعرين بيهم. ودي اهم حاجه صدقيني، لما الانسان بتروحي له لحد عنده وتلبي له احتياجاته بيبقى احسن بكتير من ان انت تجيبيه وتدي له حاجه او تستنى لما هو يجي يسالك. بالظبط. فاحنا يعني الهدف من النادي بتاعنا او النوادي الروتاريه كلها هي خدمه مجتمعيه، وكلنا بنفكر مع بعض، فبنشوف احسن فكره وبننفذها على الفور، مش بنستنى حاجه. حتى لو هي محتاجة تمويل بنكلم نادي تاني يخش معانا، بنكلم المحافظ يكلم بنك يكلم سبونسر تاني يخش معانا. فالرؤية الحمد لله مستمرة، وبإذن الله المشاريع تبقى كويسة وتسمعنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.
طيب عايز اقول لحضرتك حاجه على موضوع الاعلام برضو. يعني هو زي ما الشيف قال احنا ما كناش بنحب نعلن عن المشروعات بتاعتنا، لكن كتير من الشائعات بتطلع علينا ان احنا يعني المجتمع المخملي، احنا مش عارف الماسونيه الصهيونيه، واحنا كنا مصريين زي ما انت شايفه كده. الموضوع مش في دماغي خالص، بنضحك والله يعني ما ناخدها نكته يعني. لكن الحقيقه بدانا نعلن عن مشروعاتنا، وبدانا عندنا لجنه للبابليك ايمج بتبين الصوره الذهنيه الحقيقيه للروتري والناس بتشتغل وبتعمل شغل ازاي والاماكن فين. طبعا السوشيال ميديا ساعدتنا بشكل كبير جدا، لكن احنا كمان برضو عندنا دايما نتورك. يعني انا بشكر حضرتك مثلا النهارده لانك انت بتوضحي دور مهم جدا لنادي زي نادي روتري الصيد، جيزه الصيد، والدور الروتري بشكل عام. فده بقول لحضرتك ده من الحاجات المهمه جدا ان الاعلام يساعدنا انه يبرز دور روتري. احنا مش عايزين حاجه من يعني مش بنلم تبرعات عامه، لكن بيحب جدا الناس تعرف احنا بنعمل ايه. الصراحه ده كان الهدف من النهارده اللقاء، وانا قلت لشريف انا عايزه الناس تعرف، لان فعلا الناس دايما تشوف الروتري في المجلات وفي الصور وكده بيفتكروا حاجه الصور السلبيه. الصور السلبيه أيوة. بيفتكروا حاجه اجتماعيه، الناس عايشه حاجه اجتماعيه فقط لا غير، ما بيعرفوش بقى هم بيقدموا ايه او ايه الخدمات اللي الحقيقه. لا طبعا بنعمل شغل جامد جدا طول الوقت، يعني احنا طول الوقت السنه كلها بنبذل مجهود. يعني المنصوره كان فيها شغل، عاملين حاجه مسابقه مثلا لنوابغ الطلاب، وعاملين مسابقه وبيعملوا مكافئات للطلاب بشكل جميل جدا. مثلا نادي زي اسكندريه ده بيعمل تدريب للممرضات في جامعه اسكندريه لطلاب وزاره الصحه. عاملين مثلا مستشفى الشاطبي بيعملوها رعايه كامله. مثلا حاجه زي مثلا في القاهره في الجيزه مثلا موضوع منير السلطان، قريه منير السلطان اللي في اطفيح، اكتر من 14 نادي بيعملوا يعني تنميه مستدامه كامله فيها في خدمات هايله. طب انا اسال سؤال بقى، هل الدوله ممكن بتساعد ساعات معاكم في القصه دي؟ الدوله طبعا بتساعد، ما هو الدوله لما بتسهل لنا ان احنا ندخل القريه يعني بتسهل لكم مثلا طبعاً. قطعه ارض بتسهل لكم حاجه لبناء والله مدرسه والله شوفي يعني انت دي من الحاجات يمكن اللي حضرتك اشرتي ليها، ودي جميله جدا. احنا في الفيوم من كام سنه عملنا يعني قلبنا المستشفى بالكامل وعملنا وضبناها بالكامل. المحافظ حقيقه من كتر ما هو كان سعيد بهذا الموضوع ادانا ميدان اسمه ميدان الروتري في الفيوم. تمام. وبعد كده قال لنا ادانا قطعه ارض عشان نعمل عليها مدرسه، والمدرسه بالفعل دلوقتي في الدور الرابع وفي مراحل التشطيب النهائيه. هذا مثلا من الحاجات التحديات اللي كانت مهمه جدا. عندنا المستشفى العائم دي تم اطلاقها السنه اللي فاتت. المستشفى العائم دي عباره عن 20 اوضه فيها 20 عياده بتعدي من اول اسوان لحد الجيزه. 8 محافظات، بتقعد كل محافظة أسبوع، بتعالج أكتر من 10,000 حالة. هايلة. الحقيقة هايلة. والسنة دي عملنا تعاقدات مع الجامعات، يعني جامعة القاهرة تمسك أسبوع، جامعة عين شمس أسبوع، جامعة المنصورة أسبوع، جامعة أسيوط أسبوع، وهكذا، جامعة مصر أسبوع اللي هي علوم والتكنولوجيا، كل واحدة بتاخد أسبوع، وبالتالي احنا العبء الطبي بيبقى مش موجود، نبتدي نركز بقى ان احنا نعمل اوتريتش اكتر على الناس ونشوف مشاكلهم وكده. احنا محتاجين على فكره حلقه كامله نتكلم عن الانشطه والله ده حقيقي، لان ان شاء الله اكيد يبقى في برضه زي ما الشيف قال احنا بنتشابك في المواضيع. يعني يعني الموضوع يقول لك مثلا طب عندنا مثلا دكتور، طب نوديه مثلا المركب باسبوع، عندنا حد مثلا صيدله، طب يمسك الصيدليه لمده اسبوع، هكذا. فبيحصل تبادل الخبرات في الانديه وتبادل المعلومات وهكذا. هايله شريف، احنا قدامنا دقيقة بقى، أسمع منك كلمة أخيرة للمشاهدين عن نادي الروتري. والله الروتري عائلة جميلة وتستوعب الكثير من الأعضاء، فانضموا للروتري وخشوا في الخدمة المجتمعية، هتتبسطوا جدا وهتكونوا سعداء وهتشوفوا النتاج الحقيقي للسعادة في عين الناس اللي محتاجة بصراحة. وانا هشجعهم معاك وافق واحده ما يكونش باذن الله. ان شاء الله بشكرك جدا يا دكتور شريف لوجودك، والله بجد وجودك قيمه للبرنامج معايا والله. ميرسي جدا، ميرسي جدا يا شريف، بشكرك على الاستضافه الجميله. ميرسي، ربنا يخليك. بشكركم لمشاهدتنا ومتابعتنا، واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.